بسم الله الرحمن الرحيم. احنا مطلوب انه نكمل في اساسيات البايثون، واساسيات البايثون هي اساسيات اي لغه من لغات البرمجه. فاللي بده يتعلم لغات البرمجه بده يتعلم الشغلات اللي احنا ماشيين فيها. اليوم حنتكلم على موضوع الجمله الشرطيه، والمثال هذا بدنا نحاول ناسس لحاجه مستقبليه، وهي كيف نفحص اسم المستخدم او كلمه المرور، تمام، بحيث نتأكد نعمل عملية اللي هو تسجيل دخول للنظام من عدمه. طبعا حنفترض الآن كلمة مرور ثابتة، تمام، واسم مستخدم ثابت. لاحقا حنتعلم كيف نجيبها من ملف أو نجيبها من قاعدة البيانات أسماء المستخدمين ونرتب أمورنا. الآن إلينا المثال. المثال تبعنا لو بدنا نبدأ نشتغل على الرسام عشان نشرح الفكرة، هنطلب من المستخدم اول حاجه لما نيجي نبدا بالبرنامج تبعنا هذا المنطق، عمال احنا بنتكلم في منطق تسلسل خوارزميه كيف طريقه الحل. هنبدا في البدايه صح، بعديها هنطلب من المستخدم ان هو يعمل لنا، خليها بالشكل هذا. ايش هنطلب من المستخدم الان يدخل؟ احسن، هذا المخطط اللي احنا حكينا عليه. بعد ما يدخله مش بدنا نسوي، بدنا نقرر هل اسم المستخدم اللي دخله المستخدم او اللي تمام بتساوي كلمه معينه ولا لا، تمام. وبعد ما يدخل اسم المستخدم هل كلمه المرور هي نفسها صحيحه ولا مش صحيحه، وبناء عليها بنقرر سير البرنامج عشان نصل لمستوى تقرير. هذه للإدخال، يعني بنيجي هنا بنحكي له ابدأ أو ستارت، هذه بداية التنفيذ تبع البرنامج تبعنا صح. هنا نطلب من المستخدم أدخل اسم المستخدم، تمام، وحنقول له كمان أدخل كلمة المرور. إذا في عندنا حاجتين هنيجي نقرر الآن، نخلي البرنامج يفكر. شكل القرار بالشكل هذا، شكل ايش اتفقنا؟ مخطط هذا معين، اسمه معين. نيجي نسأله اسم المستخدم يساوي مثلا يوزر، مثلا نفترض انه اسم المستخدم عندنا ايش بده يكون؟ يوزر. إذا حنسأله هذا السؤال، إذا يعني هيروح على جانب إنه الشرط عندنا صحيح، إذا حنيجي نحكي له هنا إيش؟ ترو، تمام؟ تمام. وإلا هيكون إيش؟ فولس. تمام تمام إذا ترو بدنا نسأله على مين الآن؟ على الباسورد، صحيح. إذا حنسأل هنا سؤال، إذا الشرط صحيح نروح اسأل على مين؟ كلمة المرور. هاي السؤال الثاني، نكبر الخوارزمية تبعتنا. ايش نسأله هنا؟ كلمة المرور ظلمت، المرور تساوي مثلا اس، بغض النظر احنا الان حنتعامل على كلمه ثابته، لكن لاحقا هذا بنأسس لشغله لما نيجي نقرا من ملفات او من قاعده بيانات. يعني حنثبت الان الباسورد، بس انت في النهايه لاحقا بتتعلم انك انت تقرا البيانات من
الانترنت او تقراها من قاعده بيانات او من ملفات، شغلات كثير ممكن انت تبدا تشتغل عليه. طيب هذا بيحتمل حاجتين، يا ترو يا فولس. خلينا ناخذ دائما جانب اليمين ترو. ايش يعني ترو؟ صحيح. في الحاله هذه اذا كانت صحيحه ايش بده يكون؟ لاحظوا الشرط متراكم، شرط ايش ماله؟ متراكم. طبعا هنا حناخذ احنا في هذه الجزئيه يعني عده اشكال، يعني المخطط هذا لشغله واحده، بس بعد كده حنعدل على المخطط هذا في الكود بحيث ندمج انه الفحص يكون في شرط واحد، انه اسم المستخدم وكلمه المرور مع بعض. بس بدنا نبدا بالبسيط ثم نعقد الامور شويه، وانت في النهايه حتتعامل مع المعقد بس حتكون فاهم كيف اجت البساطه تبعتها او كيف اجت، كيف كانت وهي بسيطه. في الحاله هذه اذا وصلت انا للشرطين هذول صحيحات تمام، بدنا نيجي نطلع له رساله نقول له انه انت يعني نجحت في الدخول. تمام، تمت عمليه الدخول بنجاح. هي كده مشينا بالمسار اللي كله ايش؟ ترو. نيجي عاد نفترض انه المسار هذا مش كله ترو. في حالة ان المستخدم حكى فولس، يعني دخل كلمة مرور مش موجودة، بتضطر اجي انا هنا تحت هيك تمام، واعمل حسابي انه هذا الراجل اخطأ، صح ولا لا؟ وممكن اطبع له رسالة. طباعة الرسالة تعني انه انت بدك تستخدم الان شكل، هيك اتفقنا احنا على ان الفلوت شارت هذا رموز كل واحد له معنى. تمام، هنيجي نحكي له غير مقبول او كلمة او بيانات الدخول عشان ما نساعدوش، بيانات الدخول الدخول خاطئة خاطئة. تمام، هذا متى؟ إذا كان اسم المستخدم مش صحيح. طيب دخل اسم المستخدم صح لكن كلمة المرور مش صح، نفس الحاجة حنيجي على المسار هذا ونجتمع معاه ونصل لنفس النتيجة، صح ولا لا؟ تمام. فبالتالي احنا هنا عشان نجمع اجاني خطين او طريقين زي ما بصير عندنا هنا، بدنا نعملنا دوار عشان ما يطبشوش، ممكن نعملنا ايش؟ دائرة. تمام، ممكن ان احنا نحذف هذه ونسحب هذه هيك نحطها في النص بحيث انه يكون المخطط فيه انسيابية أكثر. تمام؟ أوكي، إذا هنا نقطة تلاقي، هذه كانت نقطة إيش؟ تلاقي موجودة هنا في الدائرة هنا. هذه إيش تعني؟ إنه الشرط برضو إيش؟ فولس. طيب الحالة أنية اللي بكون فيها الأمور صح هذا. تمام، إذا خلينا نعمل شكل هاي هيك، ننزل لتحت شوية ونطبع الشكل تبعنا. تمام، ونطبع رسالة له انه حضرتك ايش؟ تمتع بخدماتنا، تمتع بخدماتنا، تم عملية تسجيل الدخول بنجاح. ايش المطلوب بعد كده؟ في كل الاحوال الاثنين خلاص، هذا اذا وصلت لهذه النتيجه او هذا وصل لهذه النتيجه، بالنهايه لازم كلاهما ايش ماله؟ يتوقف، صح ولا لا؟ فالتلاقي هنا ممكن عملنا ايش؟ دائره نجمع فيها كل الخطوط اللي حتصل لنفس
المسار، وبعدين تلتقي على هدف واحد. خليه بالشكل هذا وهيك. ايش بدنا نيجي نحكي له الان؟ توقف. هذا المخطط اللي احنا حكينا عليه، هنصغر اللي هو الشكل شوية هيك، تمام، نكبره. خلينا نبدأ من البداية. ابدأ. هذا مخطط، هذا نمط التفكير يا شباب، هذا نمط التفكير. فإذا كان عندك التفكير منظم واستطعت انك ترسم مخطط الجميع بيفهم عليك، نبدا نحول المخطط هذا لكود برمجي، تمام؟ اذا ابدا، ادخل اسم المستخدم، ادخل كلمه المرور. هذه رساله نصيه، تمام، بدها تطلع للمستخدم، والمستخدم بواسطه لوحه المفاتيح حيدخل اسم المستخدم وكلمه المرور. هنيجي نقرر، هنحط جمله شرطيه، هنحط جمله شرطيه. إذا كان اسم المستخدم يساوي يوزر، تمام، إذا هننتقل للمرحلة اللي بعديها. إذا كان اسم المستخدم كلمة المرور تساوي باس، إذا هننتقل للي بعديها، وهي إيش؟ إنه مبروك سكسسفول، أنت الآن تتمتع بخدمات الموقع أو خدمات الليل. طيب إذا من البداية اسم المستخدم مش صحيح، هننزل هنطبع له رسالة، هنحكي له بيانات إيش خاطئة، أنت لا تستطيع اللي هو الدخول، بعديها حيكمل ويتوقف. ولو هو دخل اسم المستخدم صح لكن كلمة المرور خطأ، هنوجه بالاتجاه هذا انه بيانات الدخول شمالها خاطئة، وحيستمر هو لا يصل للتوقف. هذا هو مخطط تدفق البيانات او ما يسمى الفلو تشارت، تمام. الجديد في الموضوع، كل هذا احنا اخذناه سابقا باستثناء هذه شكل ال كيف ممكن نعملها ككود برمجي بلغة البايثون؟ هذه بنكتبها بالشكل هذا F، وبنحط الشرط، بس بنستخدم كلمة مين؟ F. F وكأن هذه بديل لمين؟ لشكل المعين. يعني لما بدي أترجم أنا رموز بكلمات، رمز المعين هذا بستبدل بكلمة مين؟ F. ايش بكتب هنا؟ اسم المستخدم، وليكن هنا يوزر نيم، هذا هو اليوزر نيم اللي هنا دخلته انا هنا في هذا المنطقة، تمام. يساوي، بنحطهاش يساوي عادية، بنحط الاثنين جنب بعض، لانه اليساوي من حالها تعني حط قيمة في قيمة، اللي كنا ناخذها وحنشوفها في الجملة اللي في الاعلى، انه حط قيمة في قيمة، يعني اكس بتساوي خمسة، يعني حط خمسة جوا مين؟ اكس. لكن احنا تذكر في السابق حكينا المقارنات كومباريزون بدها اللي هي تنتين يساوي، بدها ايش؟ تنتين يساوي. ايش الكلمة اللي بدنا نبحث عنها؟ يوزر او يوز، خليها يوز، مش مشكلة زي ما احنا كاتبين، تمام. الان الترو هذه يعبر عنها بنقطتين، تمام، يعبر عنها بايش؟ بنقطتين. ايش هنا؟ وصلنا لنقطتين، ايش بعديها مباشره بدنا ننزل؟ ها وصلنا هنا، ايش بدنا نوصل لهنا؟ بدنا نسال على كلمه المرور، صح ولا لا؟ اذا برضه بدنا نترجم هذه، ايش بدنا نحكي له؟ اف باس وورد يساوي باس نقطتين، بدنا نحط نقطتين. لاحظ انا ايش عملت؟ عملت ازاحه، وهذه هي لغة البايثون، انه هذه الاف هذه ما بنفعش نشتغل عليها الا نمر على اللي قبلها، فيعني اف هذه تابعة لمين؟ للي قبلها، صح ولا لا؟ جميل. ايش النتيجة هنا؟ مين تابعة؟ هذه اللي تحت، تمتع بخدماتنا، تابعة لمين؟ للاف الثانية. اذا انا عملت ازاحة هنا من بداية الاف الثانية، قد ما بدك حط اربع احرف، حرف، حرفين، المهم في النهاية لما تدخل في اطار اللي هو الاحتضان تبع الجملة اللي بعديها، بدنا نحكي له جملة طباعة. جملة طباعة ايش اسمها؟ برنت، صح ولا لا؟ تمتع مثلا بخدماتنا، او نكتب له هنا سكسيدد، تمام. طيب
إذا هذه صح جاوبت فيك، كيف الغلط؟ لقيتها كيف الغلط؟ إلش لمين؟ لمين تابعة إلش بدها تكون؟ لإف هذه اللي جوا هنا ولا لإف الثانية؟ هناخذ الأقرب فالأقرب، الأقربون أولى بالمعروف. يعني هنا إف هذه هي ممكن نيجي هنا على نفس المستوى تبعها ونيجي نكتب له كلمة إلس، إيش نكتب له؟ إلس بس على مستوى مين؟ وحتلاحظوا شوية حنكرر هي إلس. إلس تعني خلاف ما سبق أعلى، مين أقرب إف إلنا؟ هذه، فبالتالي أنا كتبت إلس لإلها، لكن لو كتبت إلس هنا إلس للي فوق، صح ولا لا؟ جميل، خلينا واحدة واحدة إحنا نبدأ بالبساطة، بعدين نبدأ نعدل على الكود، نعمل له أوبتمايزيشن، يعني نحسن، أنا في تكرار، بعد كده بنشيل التكرار. إذا إلس على مين أنا بتكلم هنا؟ على المنطقة هذه. أنا شرطي هيو على مين؟ على كلمة المرور، صح؟ إلس إيش بدي أحكي له؟ لازم أحط نقطتين. إلس بحط بعدها إيش؟ نقطتين. الجملة هذه تتبع لمين؟ لإلس. إذا أنا ممكن أزيح هذه لإلس. بنفع نكتب جنبيها وبنفع نحط شغلات كتير كاجوال يعني، بس أنا بدي أتكلم معاك الآن كمبتدئ، تمام؟ أوكي، ففي قضايا شوية إحنا بنأجل الحديث عنها أو بنصمت عنها. أوكي، الآن بدنا نجاوب على هذه الجملة، وين حيجي هو؟ هنطبع له رسالة، إحنا إيش بتحكي له؟ برنت، تمام، إيش نحكي له مثلاً؟ ايرور، تمام، وممكن نعطيه ايش ما بدنا نحكي. هذه هي جمله بيانات الدخول اجمالها خاطئه. طيب هذه خلصنا منها صح؟ لو اجينا لهذه، هذه مين تابعه الها؟ اذا بدنا نيجي هنا نطبع كمان جمله برضو إلس. إلس لمين هذه بدها تيجي؟ صح ولا لا؟ هذه تابعه بنفس الاتجاه بنفس العمود. لا اف الاولى، ايش بدنا نكتب له هنا؟ تابعه الها، نكتب كلمه برنت، برضو ايش نكتب له؟ ايرور، صح ولا لا؟ طيب خلصنا، بدنا نرجع نكمل، كلهم حيكملوا وحنكتب كلمه مين؟ توقف ستوب. في نقطة قبل، لا وينها؟ لا لا هذه، لا هذه ان شاء الله بتكتب ايش ما تكتب، طالما انها هي داخل علامات التنصيص المفردة او الثنائية، هذه دبل كوتيشن او سنجل كوتيشن، هذه بس مجرد رسالة بتطلع زي ما هي، انت ايش بتكتب له فيها ما في اشكالية، تمام؟ وصلت الفكرة؟ هذا هو جوهر الكود تبعنا. في البداية لازم نكون كتبنا هذا الأمر، بس أنا حبيت أركز في الحاجة القديمة اللي إحنا، أو آسف، الحاجة الجديدة، نحن كيف ترجمنا المخطط هذا لجملة F. فبالتالي هنيجي هنا أي F، هذه الجملة هنا، وهذه الـ F الثانية في الاتجاه هذا، Ctrl Z، خلينا نحط لون عشان نشوف كيف فسرناها احنا. هذه هي، تمام، وهذه هيها موجودة هنا، تمام. وإلس هذه لمين؟ للمكان هذا هنا، هيك رايحة، آسف، هذه لهذه وهذه لهذه، ناخذ اف هنا من البداية واف من البداية، تمام. إلس هذه، هاي المسار هذا، هاي بلون اخضر، قعدت
غير موفقين باختيار اللون. خلاص لا لا معلش، الأخضر يعني اترو، خلينا ناخذ باللون الأسود هاي الشرط. تمام، وهذا هاي الشرط، هاي من البداية. الآن هذه نفسها باللون الأخضر، إنها كانت آسف إنها كانت ترو، أي إف، أنا إف لهذه، أنا عارف بس أنا بدي، لا أنت مش فاهم علي، أنا بدي أستخدم الألوان بتعطيه كمان لون أخضر، هيها تمام، هيها إجت ترو هنا، هذه ما إجت هنا إلا لأنها إيش؟ ترو. وهذه else باللون الأحمر، هذه هي هذا الخط تمام، و else هذه، لا هذه، لا هذه هي هنا، وهذه هي هذه تمام. وصلت الفكرة؟ هذه الألوان بتفيدنا في إنه إحنا نستوعب إيش اللي صار، نحول المنطق. لاحظوا إحنا الأخضر هذا الترو، هذا هذا فولس، خلاص خليه. طيب الآن لاحظت إنه أنا لا أستطيع إن أنا أقرر البرنامج مباشرة من غير ما أفكر. صحيح، آه هذا صحيح كلامك. الآن في الكود حنكتب إحنا بس الفكرة هنا، ها تمام. الآن الفكرة عاد وصلت إنه أنا لا أستطيع إن أنا أبدأ يعني أفكر في البرنامج، أنفذ في البرنامج إلا أفكر فيه. تمام، في المرحلة هذه مطلوب منك بس تفهم الكود وتطلع على أكواد كتير مبرمجين وتفسر لي الكود. بس مجرد في المرحلة هذه نحاول نفسر الكود حتى نستطيع نمتلك منطق البرمجة تمام خلال الأيام القادمة إن شاء الله. تعال نحول هذا الكلام لكود. ممكن نبدأ بملف، ملف جديد new file، نترجم الصورة اللي أمامنا هنا. يلا أول حاجة إيش بدنا نبدأ هنا؟ نطلب من المستخدم يدخل اسم المستخدم وكلمة المرور. أيوه هان، إذا إحنا وين موجودين؟ نمر عليها بلون، إحنا هنا. تعال ننفذ هذه. إيش الجملة اللي بدنا نستخدمها؟ هنكتب كلمة يوزر نيم، هذه يساوي، لا بدنا نسأله دخل كلمة المرور. إيش الجملة أو الأمر اللي بنعطيه عشان ندخل الرسالة؟ بنستخدم كلمة مين؟ input، نفتح قوس، بنحكي له أدخل اسم المستخدم، صح ولا لا؟ إذا هنا enter user نعم بالشكل هذا. احنا نفذنا مين؟ هذه، يعني نيجي نحط على هذه ايش؟ تمام، هذه خلصنا منها، ها هايها باللون الاسود تمام، هاي اول واحدة. نفس الفكرة بدنا ندخل كلمة المرور، pass word equal input، هنطبع له رسالة enter password تمام، وممكن نعمل تنظيم. جميل، إذا احنا ايش سوينا الآن؟ خلصنا هذه صح؟ نيجي الآن هنا، احنا ماشيين من أعلى لأسفل تمام. إذا احنا اليوم وين وصلنا؟ لهنا، وصلنا لهنا. كيف بدنا نترجم هذا الكلام؟ بدنا نكتب الجملة هذه تمام؟ if في نفس السطر على نفس البعد على نفس الخط هذا اللي احنا ماشيين عليه تمام؟ if هاي يوزر نيم، يوزر نيم هو هذا، اقصد هذا انا
المستخدم دخله وتخزن هنا if username يساوي يساوي. هنفترض الآن اسم مستخدم ثابت، اسم مستخدم ايش ماله؟ ثابت، وليكن اسمه ايش كتبنا احنا؟ يوز. هو ممكن انتم في النتوركينج بتسموه ادمن، انتم خليه ادمن، يلا مش مشكله. تمام، هنسكر القوس، بعدين هنحط الاشاره هذه. في حاله الشرط هذا كان صحيح، احنا هننتقل لمين الان؟ لهذه. اين مشينا؟ ترو. انا عارف كلامك صح، والله كلامك صح، لكن انا بتبدا معاك كمبتدئ ماشي، هذا الكود مش هو افضل كود، في كود احسن منه احنا هنحسنه، بس دائما احنا بنبدا الكود وبعد كده بنعدل عليه. اوكي تمام، انت مش محترف لسه، انت لسه بتقول يا هادي يعني. الان وصلنا لهذا المستوى، اذا احنا هنا بدنا نسكر، بدنا نسال في المرحله هذه. اذا نرجع ننفذ الكود تبعنا، نصغر هذه شوية هيك عشان نستطيع نكمل. الآن هذه تابعة لمين؟ لترو. إذا عملت أنا إزاحة هنا، ولاحظ أنا ما عملتش إزاحة، لو أجيت أنا هنا هيك إنتر، الإديتور نفسه هذا، هاي ميزة إنه أنت تستخدم إديتور بايثون أو أي دي إي لبايثون، إشي محرر لبايثون هو اللي بيفيدك. ايش احكي له هنا؟ اف وين الباسورد؟ هيها هذه اللي دخلها المستخدم، اف باسورد بتساوي مثلا كلمة مين؟ باس، كلمة باس، ادمن وباس، بيمشي الحال. احنا خلينا هذولا يفترض مستقبلا انا لما اجي لموضوع اللوب هحطهم في تابلز، هحطهم في ليست، هحطهم في ديكشنري، في النهاية هنشتغل شغل ديكشنري يعني. تمام؟ هنحطهم إن شاء الله، بس نيجي لمستوى اللوب يعني واحدة واحدة إن شاء الله. أوكي. F password equal إيش؟ pass. في الحالة هذه وين بدي أروح أنا؟ في المسار هذا. إذا بدي أجي هنا صح؟ إذا هنا أنا وصلت لهذا المستوى. اللي هي الطباعة. إذا أنا حاجي هنا وأجي أحكي له مباشرة هنا print. تمام succeeded. تمام you welcome. اي حاجه يعني you welcome. تمام حط له وجه مبتسم، اعمل له اللي بدك اياه انت. طيب يفترض ان البرنامج هيك يتوقف صح؟ طيب نطلع في الاعلى، بدنا نيجي لمين احنا؟ بدنا نبدا لهذا المسار. إلس لمين؟ لهذه. لهذه. لأقرب وحدة تبعت الباسورد، إذا بدي أمشي هنا تمام؟ وأجي في المنطقة هذه، إذا أنا شغال في هذا المكان. تمام؟ هنا. هي. أوكي. هنكتب فولس على مستوى مين؟ بالضبط، الترتيب هذا مهم في بايثون، اي اختلاف بيعمل لك اشكالية. تمام، نقطة البداية هنا ايش بدنا نكتب له؟ else. else هذه بدها تكون تبدأ على نفس مين؟ if الليفل الاعلى. في الحالة هذه ايش بدنا نكتب له؟ print. هذا الشكل للقراءة وللكتابة صح؟ هاي print. print ايش؟ نطبع له رسالة نحكي له error. تمام you fail to log. تمام نعم fail. تمام مرة سبت انت ما نجحتش انك انت تعمل لك. تمام طيب الان هذا الطريق، هذا المسار، هذا بده يجي نفس المسار صح؟ جميل. ممكن نعمل للي فوق else، يبدأ على نفس مين؟ شوف هذه المسافة الفاضية تعني هذه تابعة
هيك لازم تكون على نفس المستوى، تمام؟ هذه بتعمل لي ايرور الخط اللي كان موجود، المسافة اللي موجودة ايرور. ايش في الحالة هذه بدنا نكتب له برضه نفس الجملة اللي في الأعلى. أنا معني أنسخها نسخ، تمام؟ عشان حضرتك هتحسن على الكود كمان شوية. هيها تابعة إلها، أنت إلك في اللي قبلها، هذه تابعة لمين هذه الجملة؟ لهذه، صح ولا لا؟ جميل. تمام هيك؟ تمام 100%. الآن حنحسن في الكود، بس نجرب هذا الكلام. فايل اللي هو ايش؟ سيف از، تمام؟ بدنا نحفظه على مثلا الدي، اسف على الاي، هي مجلد جديد نسميه اللي هو لكت. اي اف ستيت، هاي بايثون فايل، نعمل له ران. ايش حكى لي؟ لو دخلت ادمن لسه ادمن، ايش بده يسالني الان اللي بعديها؟ هذه كلمه ادمن، بمجرد ما اضغط انتر ايش صار فيها؟ هذه اتخزنت في هذه، هذه ادمن اتخزنت في مين؟ في يوزر نيم. الان هي جاهز، هذا بستنى، بحكي لي هات، فاتح ايديك وبستعد، بحكي لي انتر باسورد، هاي فاس، تمام؟ مجرد ما اضغط انتر هذه باس راحت لمين؟ لهنا. بعدها اجى سالني حكى لي هل اليوزر نيم القيمه اللي فيه بتساوي ادمن؟ حكى لي اه ترو، اذا انتقل للي بعديها. هل الباسورد بتساوي باس؟ حكى لي اه، وكتب لي ايش انا؟ سكسسفول، سكسيد. في الحاله هذه حيصل للبرنامج هنا ويتوقف، حيصل لاخر شيء وايش يسوي؟ يتوقف. هذا السيناريو الاول. اذا انا عملت تيست، انا ايش عمال بعمل تو كونت تيست، ايش النتيجه كانت عندي؟ سكسيدد يو ويلكم. تعال نعيد تنفيذ البرنامج كمان مرة وناخذ سيناريو انه احنا ادمن لكن الباسورد مش باس، يعني بدنا نيجي نصل لمين؟ لهذا الجملة. انا بعمل تيست، لازم تعمل تيست. تعال ننفذ، هاي ران، اليوزر نيم ايش اسمه؟ ادمن. الباسورد بدي احطها anything any، تمام؟ انتر. ايش طلع لي؟ ايرور يو فيل لوجن. من وين هو اجاني؟ اجا اشتغل هان وهان، بعدها اف ستيتمنت صحيحه، انتقل لاف باس، وصل لهنا، اسف لالس كانت غلط. ايش كتب لي هنا؟ بالضبط، وتوقف البرنامج. طيب ناخذ السيناريو الثالث. هذا الكلام كله اللي انت بتتفضل فيه صحيح، لكن مش في لحظة هذه احنا بنتكلم فيه، نقدر بنحكي دادا دادا زي ما بيحكوا لا البرمجة، يعني خطوة خطوة بعد كده بنحسن كل هذا الكلام اللي انت بتطمح فيه. هذا اللي انا بدي اشوفه فيك انت ان شاء الله رب العالمين، تمام يا حبايبي؟ اوكي، هاي يوزر نيم من البداية، من البداية اليوزر نيم غلط، هاي وائل، تمام؟ والباسورد بدي احطها باس صحيحة، تمام؟ الآن حيسألني هل اليوزر نيم اسمه ادمن؟ لا، وائل لا تساوي مين؟ ادمن. في الحالة هذه وين حيروح؟ مش حيمر على هذه ولا على هذه، حيجي على هذه آخر واحدة إلس، مش حيسألني بعد كده. انتر، حيطلع لي رسالة خطأ. وصلت الفكرة؟ طيب لو بدنا نحسن الكود، الجملتين هذول ايش مالهم؟ ممكن انه احنا نحسنهم، صح؟ هذه الجملة لو اخفيتها انا هيك، هل ممكن اف بدون else؟
تمام شباب، خلاص بدي اتوقف هنا ويعطيكم الف عافية.